تعب شديد هاجم الفنان المصري أحمد رزق في المعدة، وبعد الفحوصات اكتشف إصابته بالمرض الخبيث. الفحوصات أكدت أنه بيعاني من وجود ورم خبيث في القولون يستدعي التدخل الجراحي على الفور، وبالفعل خضع أحمد رزق لعملية جراحية لاستئصال جزء من القولون، وحاليا هو موجود بالعناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة. زوجة الفنان أحلام محسن قالت في تصريحات إعلامية إن حالته مستقرة وهيخرج بعد أيام لاستكمال العلاج في المنزل حسب تعليمات الفريق الطبي المعالج لحالة الفنان الصحية. نتمنى للفنان أحمد رزق الشفاء العاجل، شفاك الله وعافاك. آخر أعمال الفنان أحمد رزق الدرامية كانت مشاركته في مسلسل بيت الرفاعي اللي اتعرض في رمضان 2024 مع أمير كرارة وسيد رجب وعايدة رياض وصفاء الطوخي.